لها إلا محب زايد أسسها واليوثن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أسسها واليوثن وراها. عندي أول شيء هو مطبخ دي دي سي. أول شيء الباب بيكون من MDF الماليزي مضغوط مع طبقة PVC، ممكن يكون ألمنيوم من الداخل أو MDF، عبارة عن MDF من الداخل مع طبقة PVC فينيش. جميع الديزاينات موجودة، أي حفرة بده إياها الزبون متوفرة، جميع الألوان متوفرة. طبعا الرسم بيكون حسب واقع الغرفة. طبعا عندي هذا المطبخ ألمنيوم، فل ألمنيوم من الداخل ومن برا، هذا مقاوم للشمس وللحرارة وللرطوبة ولجميع العوامل. طبعا أدراج سيفتي كلوز هيدروليك. الغاز ممكن يكون بلت إن أو فري ستاند، والأوفن نفس الشيء بلت إن. الهود كمان نفس الشيء، بيكون عدة موديلات أو عدة أشكال. الألوان تبعهم جميع الأنواع متوفرة بالنسبة للألوان، سواء كانت خشبي أو ألوان سادة. المغسلة كمان فيك تتحكم بالمغسلة، سواء حوض ولا حوضين حسب المساحة، أو حوض واحد كبير. طبعا مثل ما حكينا فيك تحط جميع الإكسسوارات داخل المطبخ. أجيال الفخر عز الطلب وجنودنا ليهم فخر بسماها نيشان فخر لنا دوم وأبد وبنت زايد للوطن الله حباها ربت أجيال الفخر عز الطلب إلا دار زايد لا تقرب حماها لا 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 تقرب منازلها إلا محب تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج لآل الاتحاد، وكما عودناكم دائما بتسليط الضوء على قصص نجاح ابتدأت من داخل دولة الإمارات. رحبوا معي اليوم بضيفي السيد علي الخطيب. البداية أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا. يعني سيد علي، كما ذكرت أنك لك قصة نجاح متميزة داخل دولة الإمارات، دعنا نتحدث عن بداية دخولك الدولة، كيف كانت؟ معك علي الخطيب، سوري الجنسية. دخلت دولة الإمارات بسنة 2008، طبعاً حالي كحال الشباب العرب، حلمهم يجوا على دولة الإمارات العربية المتحدة عشان نبني مستقبل ونبني شغل. والحمد لله دخلت، اشتغلت بداية موظف بمهنة محاسب لمدة 4 سنوات. طبعاً أثناء عملي بالحسابات دخلت مجال المبيعات، تعلمت المبيعات، المطابخ والألمنيوم. والحمد لله بعد فترة استقلت بالشغل لوحدي، والحمد لله كانت هاي البداية. قبل أن نتحدث عن النمط الملكي لتجارة المطابخ، دعنا نتحدث عن أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتك عند افتتاح مشروعك الخاص. طبعاً أي نجاح هو في صعوبات، والصعوبات طبعاً يعني هي اللي بتوصل للنجاح. طبعاً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ما فيها الصعوبات اللي هي إنه ظروف إنه ما تسمح للواحد إنه ينجح، بالعكس كل قوائم النجاح متوفرة وكل أسباب النجاح موجودة. يعني أهم أسباب النجاح هي أي بده واحد يستثمر أي مشروع أو يبنى أي عمل، المطلوب مثلاً هن أهم عوامل 3 أساسية. الأول عامل هو العامل السياسي اللي هو القوانين الموجودة بالدولة، وكل قوانين بتشجع الاستثمار وبتشجع إن كان الواحد وافد ولا إن كان مواطن. رقم 2 هي الأمن، والأمن طبعا الحمد لله موجود. رقم 3 طبعا اللي هو توافر المواد الأولية وتوافر السوق. وطبعا الإمارات متميزة إنه بوجود سوق استهلاك كبير، وحتى الإمارات هي مركز عالمي. يعني نحن بمجال شغلنا منصنع للإمارات السوق المحلي، ومنصنع خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. يعني سيد علي، نحن الآن داخل النمط الملكي لتجارة المطابخ، دعنا نتحدث عن بداية تأسيس مشروعك وعن كيفيته، لماذا اخترت إمارة الشارقة بالتحديد؟ طبعاً الفكرة إنه الواحد يكون هو صاحب شركة، هي فكرة موجودة عند أي إنسان بيعمل أو عن أي إنسان عنده طموح. نعم. طبعاً بدأت الفكرة أنا وأخي، أخي موجود معي السيد غياث الخطيب، بدأنا الفكرة وبدأنا نشتغل، سوينا أول معرض. طبعاً هو استلم مبيعات والمعرض، وأنا بالنسبة لي بالتصنيع، فكنت أنا بدعمه بالتصنيع وهو بالمبيعات، والحمد لله كانت هاي البداية. وبعدين الحمد لله الله وفقنا وفتحنا الفرع الثاني، والحمد لله رب العالمين. نعم. يعني دائما كنت خير مثال، لأن لا شيء مستحيل داخل دولة الإمارات. يعني ابتدأت من الصفر والآن لديك اسم منافس داخل دولة الإمارات. ما هي التطلعات التي يطمح لها السيد علي اليوم؟ طبعا نحن ان شاء الله طموحنا انه يكون لنا اكثر من فرعين. نحن عندنا فرعين حاليا، طموحنا انه يكون عندنا بكل اماره بالدوله فرع ان شاء الله. نعم. وطموحنا نوصل للعالميه ان شاء الله. ونحن نوصل للعالميه من خلال دولة الإمارات. نعم. يعني كما ذكرت سيد علي، نعم، أن دولة الإمارات هي منبر لجميع دول العالم. كيف يستطيع السيد علي يعني دخول في المنافسة في سوق العمل الإماراتي ومواكبة التطورات التي تشهدها دائما دولة الإمارات؟ هلا بلد الامارات بلد من الدول العالم متطوره جدا، من الدول المتقدمه بالعالم. كل شيء متوفر، قلت لك كبنيه تحتيه من ناحيه الطرقات، من ناحيه الكهرباء، من ناحيه الماء، من ناحيه الهواتف، الاتصالات، اسلوب الدعايه، السوشيال ميديا. يعني دوله الامارات من الدول المتفوقه جدا. نحن في عنا زبائن تجينا على الانستغرام وعلى الفيسبوك وبيتصلوا فينا من خلال الانستغرام والفيسبوك. نعم. او حد اي زبون بده ممكن يجي لعنا بيطلب اللوكيشن، اكتب على جوجل نمط الملكي بيوصل لعنا مباشره. نعم. يعني سيد علي، النجاح ليس بالعمل الفردي كما ذكرت، بدات انت واخي. طبعا النجاح. نعم. بيتطلب عمل جماعي. هلا الطموح ممكن يكون فردي، بس النجاح بده عمل جماعي. نعم. كيف ترى النجاح اليوم؟ طبعا النجاح قلت لك النجاح سهل التحقيق، بس الصعوبة هو المحافظة على النجاح. نعم. هي الصعوبة الأكبر. نحن طبعا بسياسة مبيعاتنا نلتزم مع زبون المصداقية، رضاء الزبون، هي غايتنا وهدفنا، والحمد لله هذا الشيء حقق لنا سمعة طيبة كثيرة ما شاء الله. لو أردنا أن نوجه رسالة من خلالك سيد علي، من خلال تجربتك في سوق العمل للشباب الواعد، ما هي رسالتك ستكون؟
رسالتي دولة الإمارات العربية المتحدة هي من الدول اللي بتشجع الاستثمار، وإنك تبني فيها استثمار سهل جدا، وأي استثمار بيبنيه الإنسان هو استثمار مربح بيكون. يعني أنا بدأت قلت لك من الصفر، من لا شيء، ما معي رأس مال، فما بالك لو كان معي رأس مال أبدأ فيه. هي هاي نعم، يعني سيد علي نحن بدولة لا شيء مستحيل. نعم. وأنت خير مثال على ذلك. بالتحدث عن الاستثمار وأهمية الاستثمار من خلال تجربتك، دعنا نتحدث عن بعض القوانين التي تضعها دولة الإمارات دائما لخلق بيئة استثمارية مناسبة. طبعا نحن بدولة الإمارات بنحس حالنا أنه نحن إماراتيين، لو ما معنا جنسية إماراتية بس نحن إماراتيين، لأن الشعب الإماراتي هو من أطيب الشعوب موجودة بالعالم. نحن ولا مرة، أنا صار لي 13 سنة بدولة الإمارات، ولا مرة حسيت حالي أنه أنا وافد أو أنا أجنبي. دائما تعاملنا نحن يعني مثلنا مثل أي مواطن موجود، حتى في 195 جنسية مثله مثل، نفس الشيء. نعم. كلياتنا نفس المعاملة. على ماذا اعتمد السيد علي للخوض المنافسة داخل السوق العمل الإماراتي؟ طبعا أول شيء الاعتماد على ربنا سبحانه وتعالى، هو ولي التوفيق. ثاني شيء رضا الوالد والوالدة، هذا عامل نفسي كبير، يعني بيعطي عامل نفسي كبير. ثالث شيء الأخ، نشد عضدك بأخيك، أخي ساعدني كثير بمسيرتي. ثالث شيء قلت لك نحن في بلد كل شيء موجود، عوامل النجاح، الأسباب موجودة، نحن علينا نأخذ بالأسباب والرزق على الله. نعم. هل من رسالة أخيرة تود أن توجهها إلى القائمين على هذه الدولة؟ طبعا أنا بتوجه بالشكر لشيوخنا، شيوخ الإمارات، الله يحفظهم ويطول بأعمارهم. يعني نحن ممكن عم نتعب شغلنا مشان ننجح، بس هن عم يتعبوا ضعف عنا عشان يهيئون عوامل النجاح. نعم. أشكرك سيد علي، دائما ما يخرج من القلب يصل إلى القلب، واسمح لي ولك هذا العمل بأخذ جولة داخل النمط الملكي للتجارة المطابخ. تفضلوا، أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم.